السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غادي نقاد واحد الكواصه ولا شي بان اللي بغيتو. ان شاء الله نفطروا بها نهار السبت ونهار الحد. سهله واقتصاديه وكتجي فنه. في المقادير الاولى عندنا هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي كاس لاروب ديال الماء، وكاس تاع الفورس اللي هي 100 غرام. كاس لاروب ديال الماء هي 100 غرام ديال الماء. غادي ندير الماء هو الاول، وغادي ندير ديك المعلقه ديال السنيده، وغادي ندير معلقه ديال الخميره، وغادي نعبر واحد الكاس تاع الفورس عامر اللي هي 100 غرام ديال الفورس. واحد 100 غرام ديال الفورس، كاس تاع العنبه عامر. غادي نخلط هاد الفورس مع الخميره ومع السكر، وغنغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه. انا منوجد المقادير الاخرى اللي ماشي بزاف، كاينه واحد 70 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون ديال العبار لان هي تعطينا واحد المذاق ديال الكرواسه بحال مخدومه بزبده العبار كامله. عندنا واحد نص ربعه ديال الحليب، شويه السكر، واحد 100 غرام ديال السكر، والفورص اللي هي نص كيلو. وفي المجموع ديال الفورص كله غادي نديرو 600 غرام، حيت درنا 100 غرام هنا، وغادي نزيدو 500 غرام في العجينه. وعندنا تقريبا بيضه، وعندنا صفر بيضه. ما نخليش ديك الخميره، حاول نخليها تذوب هكا كامله صافي، وغادي نغطيه ونخلي حتى يتضاعف الحجم ديالو، ونرجعو ان شاء الله باش نعجنو به. دابا ندوزو للمقادير الاخرى البنات. غادي ناخذ هنا واحد 100 غرام ديال السكر اللي هي كاس لاروب ديال السنيده، وعندي هنا الحليب اللي هي كاس لاروب ديال الحليب 125 غرام، نص رابعه ديال الحليب غنديرها هنا. والزبده نعبرها لكم 70 غرام ديال الزبده، انا نعبرها هنا دايبه 70 غرام، وذوبتها عطاتني نص كاس. هذا حتى هو العبار تاعو هو العنب البنات، واخا هكا يبان لكم حيت العنب بقى عندي غير كاس واحد كاع تهرسو تقريبا. هنا وعندنا نص كاس ديال الزبده، غنزيدها على ديك الحليب وعلى سنيده اللي درت، وغادي نزيد بيضه كامله بسم الله، وغادي نزيد هنايا واحد البيض تاع بيضه، والصفار اللي غادي يبقى عندي غندهن به كرواسه ان شاء الله. ندير البيض تاع البيضه ونخلي الصفار. هو البيض تاع البيضه باش ما يضيعش لينا، والصفر غنخليه هنا. ها هو الصفر اللي حتى ندهن به الكرواسه ان شاء الله. وهنا الدقيق اللي هزات ليا غادي نديرو معاكم. هادو هما المقادير اللي كاينين البنات، انا غنخليهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا داك الخليط الاول اللي درنا ها هو، هذا هو اللي كيساعد الكرواسه باش كتجي باش كتخمر وكتجي زوينه، كتجي هشيشه وزوينه وكتخمر بالزربه. صافي دابا غنبدا نزيد في الطحين ونخدم بيدي باش تعطيني القياس اللي غنحبس فيه. هادي ما غنبقاش خدامه بها، هادي غير خلطت بها كلشي، ولا كلشي مخلط. ها شفتوا ولا عندي واحد الخليط دابا متجانس. الطريقه التخمير راه زوينه، ديروها في الخبز، ديروها في كرواسه، في البطبوط، كتخمر بالزربه وكتجيب كتجيب الخبز ولا كتجيب البطبوط، كتجيبو مشبك وزوين. واحد، جوج، ثلاثه، أربعة، وغنحط الخامس حدايا. يقدر يهز اكثر، يقدر يهز قل، وانا غادي نخلط ونقول لكم. بسم الله، شي كل عشيه دابا كتعطي ريحه المسمن هنا عندي في الكوزينه. صافي الناس مابقاوش كيشريو داكشي من الزنقه، العشيه كيدخلوا لكوزيناتهم، اللي طيب مسمن، اللي طيب طبوط، اللي طيب كرواسه، المهم طيبوا باش نديروا الكوتي. شفتوا رانا كنزيد غير بالعقل، ما كنزيدش الطحين دقه واحده. الا كان خاص نزيد داك الكاس ولا نص كاس ولا، المهم حيت ما خصهاش تكون العجينه عندنا مطلوقه بزاف باش ما تمحنكمش. تقريبا بقى واحد ربع كاس هنايا. دابا عرفتوا الحساب، من خمسه الكيسه اللي زدت، نتوما عينكم ميزانكم. دابا غنديرها في العجانه تعجن مزيان، ونغطيها ونخليها ترتاح تضاعف الحجم ديالها. عاد غادي نخدمها بواحد الطريقه سهله، ودغيا الكرواسه ولا التيبان ديالها كيوجد. يلا نمشي نديرها في العجانه ونرجع معكم. صافي البنات، كما كتشوفوا العجينه راها خمرات، غادي نحيدها. انا حيت ما عنديش البوطاجي كبير، غادي نقسمها على جوج ونخدم كل وحده بوحدها. الا عندكم هكا البلاصه فين تخدموا، خدموا كره وحده باش ما تبقوش هكا مثلا على حسب الوقت. انا غادي نقسمها على جوج، وغنخدم وحده نخدمها تيبان، وحده غنخدمها كرواس. تنعمرها بلي باطوني، ندير فيها لي باطوني لداخل، وحده غندير فيها الكونفيتير، ولكن ذاك الكونفيتير اللي كيكون عاقد. شوفوا هذا انا عندي كيفاش داير، شفتوا؟ بسم الله. هنا خديت واحد الزبده ماشي ديال العبار، غير لده
للداخل درت العبار، وبرا غندير الدا اللي عنده الزبده الاخرى موجوده دير العبار، ديرها لداخل وديرها في التوراق. انا درت هنا واحد الرابعه، كيما كنديرهاش كلها على حسب، انا غنشوف. غادي نرجع العجانه ونغطيها. غادي ناخذ هنا واحد جوج ديال السكر الفانيلا، غادي ندير هاد الفاني هنا. ما درتش الفاني في العجينه البنات، نسيت. بغيت نقول لكم ديروا شويه ديال الملحه، انا راه نسيتها، تكون واحد شويه الملحه في العجينه لداخل، غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي دابا غادي ناخذ واحد المدلك وغنطلق هاد العجينه. ما غنطلقوهاش دابا رقيقه، غنطلقوها في المرحله الثانيه، ولكن راه ما كاين لا تورق لا والو، ورق ودخل الثلاجه لا، غنختصر دوك المراحل كلها وغنديروها ساهله. غادي ندير شويه ديال الطحين حيت ما بغيتش تلصق ليا انا. كما كتشوفوا البنات انا طلعت العجينه، غادي ندير واحد المسطره غير باش يجوني هذوك اللي غنقطع يجوني كلهم قد قد. مثلا غادي ندير واحد 8 سنتيم، انا غادي ندير 80، نتوما ديروا القياس اللي بغيتوا، انا غير باش يجوني مقادين. بسم الله. هنا غادي ناخذ ديك الزبده وغادي ندهنها كلها بالزبده، هاد الاشرطه كلهم غندهنهم بالزبده. هي في نفس الوقت ما كتجيش هزه الزبده بزاف، ونفس الوقت ما غنبقاوش نورقو ندخل الثلاجه، وديك العمليه اللي كتكون شويه هكا متعبه. هاد الاولى جات شويه كبيره من الفوق شتو. وغادي نشد ديك السكر الفاني وغادي نرشو هكا شويه، تجينا من السما تجينا كحال تجينا سميت الفاني كثيره عكس هكا على ما نعجنوها لداخل. صافي غادي نطلقهم بالمدلك وغيطلقو كامل. هذا غادي نطلقو بالزبده، غادي تجي لتحت ما تجيش للفوق. غادي نرش شويه ديال الطحين، ضروري من الطحين باش ما تلصقش ليكم. صافي غنطلقها بالدلاك، غادي نطلقها البنات رقيقه حيت هذه هي غادي نشكلو بها كرواسه، ما خصهاش تكون عندنا غليظه. غادي نطلقها مزيان ونرجع معاكم. صافي البنات كما كتشوف من بعد ما طلقتها رقيقه شويه حيت غادي ندويها، غادي نقطع على حسب شحال بغيت انا. صافي غندير هذه غنديرها بتيبا، والاخرى غنديرها كرواسه، الاخرى غنديرها بالكونفيتير، وهذه غنديرها ان شاء الله بالشوكولات. خزنوها في الثلاجه في درتو كميه كبيره، خزنوها في المجمد كتبقى هي هي. يجبدوا سخنوا صافي، هذه تجي كبيره ماشي مشكل. شيتها نحيدو الفائض ديال الطحين ضروري. هكا نزيدو حيطه اخرى باش تجيني شويه عامره على حسب الدراري الصغار راكم عارفينهم. ديما هذه تجي لتحت ديما، ملي كتخمر كتحل. انا غادي نقرصها هكا ونزرع على يدي شويه هكا، وغنديرو من بعدين في اللاطه. هاد الشيء اللي كنلاقي تكون هي تحتانيه في اللاطه. صافي غادي نكمل بنفس الكميه اللي عندي كامله، ورجع نطلق الاخرى الخبيزه الاخرى اللي بقات عندي نطلقها وندير لها الزبده كما درت لهادي. غندير الاخرى، غير الاخرى غنشكلها مثلث، غادي نشاركها معكم اللي بغي نشكلها. بالنسبه للعجينه الثانيه البنات، طلقتها بحال الاولى، غير هذه درنتها هي الاولى بالزبده ورشيتها بالسكر الفانيلا، عاد غادي نبدا نقطع فيها. غنديرها حتى هي على اربعه، ضيعتهم ماشي مشكل. غادي نديرها بحال الاخرى، غندير وحده على وحده على وحده وغنطلقها مثلثات. هذه غادي نجيبها هي الفوقانيه نخليها بحال هكا، حيت الفوقانيه ديما ما خصش يكون فيها الزبده. الفوقانيه ما فيهاش الزبده والتحتانيه ما فيهاش الزبده. صافي غادي نرش الطحين وغادي نبدا نطلق بالمدلك بحال الاول، نطلقها وندوز نشكلها مثلثات ان شاء الله. صافي دابا غادي نبدا نحاول نديرهم مثلثات. انا غنديرهم شويه كبار، اللي بغى يصغرهم يقطع هادي هكا ويدير نفس داكشي اللي غندير انا. غادي نقسم هكا من هنا، دير واحد المعلقه ديال الكونفيتير ولا الشوكولاط اللي بغيتو، حتى هادي ممكن ديروا فيها الشوكولاط. ندير لها، وديما كنأكد على الدقيق، إلا كان الدقيق حيدو.
واللون ما نزيرش باش تجيني الكرواسه مرخوفه حتى التيبا اللون ما نزيروش. وديما هذه حتى هي اللي درت هنا هذه تكون لتحت. بغينا نقوصوها هكا نقوصوها تجي هلاليه، بغينا نخليوها هكا نخليوها اللي بغيتو. غادي نمشي تنكمل هادشي كامل وغنديرها في اللاطه وغادي ندير فوق منها واحد الفيلم اليمونتير وندير فوق منها مينطه ونخليها تخمر مزيان تخمر يضاعف الحجم ديالها. عاد ديك الساعه نشعل الفران على 180 درجه بالنسبه للفران ديال الضو، بالنسبه للغاز العافيه متوسطه، وندهنها بصفر بيضه ونديرها طيب. يلا خليكم معايا. صافي البنات كما كتشوفوا التيبان كرواسه راهم خمروا، دابا غادي ندهنهم بشويه البيض مع شويه الحليب وغنديرهم يطيبوا على عافيه متوسطه. الا غطيبوهم في الضو طيبوهم على 180 درجه، تعالي التتيه كبيره فيهم. وانا حيت مشعله الفران كما كتشوفوا هنا في الجناب، انا راه صوتي هذوك قوالب ديال لي طاخت بغيت نديرهم لهم بشويه ديال الديسير شويه الكريمه. ملي مشعله قلت قادهم حتى هما، قاديتهم وساليتهم غير غيطيبوا هادو ندخلهم حتى هما. بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيهم راني نديرهم في القناه، غنخليو لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. صافي غادي ندهن هادشي كامل، وملي تكونوا دهنوا دهنوه بشويه حيت هما تنفخوا باش ما يهبطوش لينا، ملي نكونوا كندهنوهم هكا ما يهبطوش لينا. صافي غادي نطيبهم ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله، نشوفكم كي جاو من الداخل. صافي كما كتشوفوا حبيباتي انا قاديتهم في الطبيسيل، انا غادي نحل معاكم التيبا ونحل معاكم كرواسه. هانتوما دوك التنيات شوفوا هذيك الزبده راه ما درتهاش كلها البنات، انا نوريكم شحال ديال الزبده درت. يعني الا درتو رابعه ديال الزبده راه غادي تجيكم ورقه احسن، غير انا مع هاد الزبده ما كتعجبنيش بزاف ما كثرتش منها، تقريبا درت منها شي 100 غرام. هانتوما شحال بقى، درت منها غير شويه. نحلوا هذه حتى هي، شي حاجه درتها بالكونفيتير شي حاجه درتها بالشوكولاط. شوف التوريقه كي دايره وباقا سخونه مازال، المهم شي حاجه زوينه نفطروا بها كما قلت مع قهوه وصافي. هنا غادي تكون النهايه ديال الحلقه ديالنا. المهم كما تنقول لكم شي حاجه، كما تنقول لكم دائما راه الا جربت شي حاجه وما صدقاش راه ما نحطهاش معاكم، راه هاد الكرواسه عجينتها زوينه وكتصدق، غير ورقوا وعجنوا العجينه تكون عجونه مزيان، ما تكونش ينجمعوها راه العجينه مدقصه، نعجنوا ونعطيوها الوقت اللي تخمر فيه. انا تقريبا بقات لي ساعه الا ربع تخمرات خيتها خمرت على خطره. يلا البنات هنا غادي تكون نهايه الحلقه ديالنا، نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. يلا بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.